هاي صبايا، بهذا الفيديو رح نحكي عن هيمنة الأستروجين، يعني أستروجين دومينانس، وهي شائعة كتير عند النساء يلي عندهم تكيس بالمبايض، ممكن تكون سبب لكذا عارض مزعج. شو يعني هيمنة الأستروجين؟ مش دايماً معناتها إنه الأستروجين عالي بحد ذاته، بس أوقات بيكون عالي مقارنة بالبروجستيرون، خصوصاً بالنص الثاني من الدورة الشهرية. إذا عندك دورة قوية وبتوجع، تجلطات بالدم خلال الدورة، وجع راس قبل ما تنزل الدورة، عصبية، تقلب بالمزاج أو قلق بالأسبوع يلي قبل الدورة، حبوب حوالين الإباضة أو قبل الدورة، احتباس مي أو انتفاخ. إذا هيدي العوارض بتشبه حالتك، أنت منك لحالك، في طرق طبيعية بتدعمي فيها جسمك من خلال التغذية ونمط الحياة. كيف نساعد حالنا إذا عنا أستروجين دومينس؟ الخطوة الأولى منركز على صحة الأمعاء. ليش؟ لأنه الجسم بيتخلص من الأستروجين عن طريق الأمعاء والكبد. إذا الهضم بطيء، الأستروجين ممكن يرجع ينعاد امتصاصه بدل ما ينطرح. مشان هيك دايماً منقول أمعاء صحية يعني هرمونات متوازنة. بمعنى تاني، لازم يصير في تغوط منتظم يومياً. في مكملات ومغذيات ممكن تساعد صحة الأمعاء، مثل العصير الألوفيرا بيرطب وبهدي بطانة الأمعاء، السليبري إل نبتة خفيفة بتهدي الجهاز الهضمي، والمغنيسيوم سيترات بيساعد بتحريك الأمعاء. الخيارات ممكن تدعم الإخراج المنتظم يلي هو أساسي لتوازن الهرمون. الخطوة الثانية تخلص الكبد من الأستروجين. الكبد بيشتغل على تفكيك الأستروجين بمرحلتين، وبعض المغذيات بتدعم هالعملية الطبيعية. المغنيسيوم جلايسيميت، فيتامين B6 بيدعموا وظيفة الكبد وبينظموا الهرمونات. الديم يلي هي من الخضار الصلبية مثل البروكولي بيساعدوا على قيد الاستروجين. كالسيوم دي جلوكاريت بيساعد الجسم انه يطرح الاستروجين بأمان عن طريق الجهاز الهضمي. هالمكملات معروفة، بس كل جسم بيتفاعل بطريقة مختلفة، ولازم دايما نستشير حكيمنا قبل ما نبلش فيه. إذا جربت شي من هالمكملات خبريني بالتعليقات، ما تنسي تتابعيني بالجزء الثالث لأنه رح نحكي فيه عن نقص البروجستيرون وشو علاقته بتكيس المبايض والهرمونات. بشوفك مرة الجاي.